دي ضفدعة كبيرة وفوق ظهرها ضفدعة صغيرة بنتها بتحاول تساعدها في وضع الأجنة الجداد. شوفوا الأنثى الصغيرة فوق الأنثى الكبيرة وبرجلها بتحاول تساعد أمها في إخراج الأجنة. هنا الأطفال أجنة الضفدعة بدأوا ينزلوا من البطن الأم ويقعوا في النهر. أنا عايزكم بقى تدققوا النظر، أدي الأب منتظر علشان يعمل ايه؟ شوفوا ظهر الاب مثقوب ازاي، في اخرام وثقوب داخل ظهر الاب عشان ايه؟ علشان يحتوي هؤلاء الاطفال ويبقى هو وعاء بالنسبة لهم. شوفوا حفظهم داخل ظهره، منظر عجيب سبحان الله العظيم. شوفوا ازاي، انا بصراحة أنا مش ما كنتش متخيل هذا الكم الهائل من التضحية والفداء عند هذه المخلوقات. وبالمناسبة سبحان الله العظيم، قتل الضفادع نهى عنه رسول الله وقال لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقها تسبيح. الأم هتجمعهم كلهم في مكان بعيد عن النهر قليلا في بركة صغيرة علشان ما يتهوش داخل النهر، لكن هيتعرضوا لمشكلة. ايه هي المشكلة؟ هشوفهم دلوقتي في بركة خارج النهر بقليل، متصل بيه حاجة بسيطة. المشكلة ان الفيلة هتيجي تشرب المية اللي في البركة دي، فهينقصوا منسوب الماء عند هذه الضفدعة واولادها. هشوف ازاي، وبشجاعة هي ما بتجريش. شوف ازاي هتروح هي النهر لعلها تحاول انها تنقذ اولادها. الشمس كمان جت زودت الطين بلة والزمانة تعلة، جت نشفت بقية المية. شوفوا المية نشفت ازاي، وفصلت البركة الصغيرة اللي كانت متصلة بالنهر، فصلتها عن النهر وخلت فيها يابسة بين النهر وبين البركة الصغيرة اللي فيها الضفادع الصغيرة دي. اهي وادي المنظر، والام واقفة ازدادت عليها الالام والاحزان وبتقول اولادي. سبحان الله العظيم، شوف الضفدعة هتعمل ايه يا ترى؟ هتحفر حفرة، هتعمل نفق، هتكون قناة بين النهر وما بين أولادها علشان تنقذهم. شوفوا ازاي بتبص لهم وبإيديها وبرجليها وبتحاول بصبر وتتأثر بالطين، والأم عمالة بتحاول لحد. شوفوا بفمها، الأم أم عظيمة الحقيقة، جعلت النفق يصل إلى أولادها، ودلوقتي الأولاد بينطلقوا إلى الماء وبتقف زي الملكة متوجة بأفضل تاج على وجه الأرض، وهو تاج الأمومة